الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما تفتح لهم أول ما يجون، العطف عطف الفتح على مجيئهم، لأنه ما يفتح لهم إلا بعد الشفاعة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار والعياذ بالله، من حين يصلون إلى النار مفتحة أبوابها، يدفون إليها ويدعون إليها دعا والعياذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة به.